اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي. ولا فقرتنا الحواريه مع نجم من نجوم الكره المصريه ونجم من نجوم النادي الاهلي ونجم بعيدا عن الملعب بنجومته الكبيره في الملعب، نجم خارج الملعب لانه عمل شكل وكيان لحراسه المرمى في مصر وكمان ستايل لتدريب حراسه المرمى. ودايما لما تتكلم معاه تلاقيه في حته لوحده، ولما يجي حراس المرمى يتكلموا يقول لك ده بيشتغل بشكل احترافي كبير جدا. الجدول لما جاني امبارح جدول الحلقه، وزي ما بقول لكم اكيد كنت جاي وحاطط في دماغي تصور تاني للحلقه، فرحت جدا ان معايا الضيف الكبير. وبعد ما نتيجه الماتش ما كانتش عجباني حمدت ربنا ان معايا الكابتن احمد ناجي، مشرفني ومنورني. طبعا في البدايه طبعا انا سعيد اني ببقى موجود معاك دايما في يوم مش حلو لينا كمصريين وكاهلاويه. حتى يمكن كلمتك الظهر قلت لك احنا هنقول ايه يعني، حسيت انك مش عايز تيجي. ايوه بس قلت لك احنا لو ما جيناش دلوقتي هنعمل ايه؟ قلت لي ده انا بكلمك عشان اقول لك لازم نكون موجودين. فطبعا هي دي كره القدم، انا دايما اقول كره القدم هي الحياه بكل تفاصيلها. الحياه يعني المكسب والخساره والسعاده والبهجه والياس والاحباط والحزن والقلق وكل اللي ما في تفاصيل الحياه موجوده في كره القدم. وعشان كده كره القدم هي اللعبه رقم واحد في العالم، وعشان كده كره القدم هي صاحبه اكبر شعبيه وجماهيريه في العالم، وعشان كده كره القدم هي المتنفس لملايين البشر في جميع انحاء العالم، وعشان كده كره القدم يعني بتتحكم، يعني كره القدم لك ان تتخيل ان هي الصناعه الاولى في العالم. الاولى قبل الجاز وقبل القطن وقبل اي حاجه، فهي مصنفه دلوقتي الصناعه رقم واحد around the world يعني وحوالين العالم كله. تسمع ارقام غير طبيعيه، بنسمع مؤسسات بتقوم وتتهد وتتبني على صناعة كرة القدم. فبالعكس يعني دايما كانوا يقولوا لنا زمان الضربة اللي ما تموتكش تحييك او تقومك بالظبط. واحنا في النادي الاهلي يعني انا هتكلم كاهلاوي طبعا وواحد اتربيت من جدران النادي الاهلي، عشنا المواقف دي كلها. صحيح ما بنعيشهاش كتير يعني، دايما بنبقى يعني كسبانين بس ده بره القاعده. ما هي الكره مكسب وخساره، انك تمشي في وان سايد جيم كده على طول انتصارات وتحطيم ارقام قياسيه وبطولات ده رائع جدا، بس مش ده الطبيعي برضه في كره القدم؟ لا طبعا، ما لسه بقول لك يعني مش ده مبرر انا بقوله على الهوا. لا احنا دايما بنتكلم بالشكل اللي هو فيه منطق، هو يعني المنطق عمره ما 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 فيه فرقه بتفضل يعني في كرة القدم ليها منحنيات بالزبط. ورسم بياني، بتفضل على القمة وبعدين تنزل عشان تطلع. ألمانيا بطل كاس العالم، في كاس العالم ده بيطلع من دور المجموعات. البرازيل لما اتغلبت على أرضها 7، يعني هي كرة القدم فيها نماذج. أنا قلت لك هي الحياة، هي الحياة، كرة القدم هي الحياة بكل تفاصيلها. فعشان بس من 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 يعني دايما انا بقول لما نخسر، يمكن انا سمعتك في الانترو، ما نخسرش كل حاجه. نخسر نتيجه مباراه اوكي، نخسر بطوله اوكي، ما نخسرش مجموعه لاعبين، ما نخسرش كيان، ما نخسرش ما نكسرش حاجات بدات يعني الشغل فيها يبقى واضح ويبان. ولكن طبعا لازم يبقى في وقفه عشان وانت عارف الحاجات دي بتبقى في وقفه أكيد كبيره. اكيد مليون في الميه طبعا. ثقه انا الشخصيه كبيره جدا في اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب، اللي انا بشفق عليه جدا جدا الفتره اللي فاتت. يمكن يكون بينا حوار قريب وقلت له يعني خلي بالك من صحتك شويه لان هو مهمل جدا وده مش كويس. ضغوط كانت كتيرة يا كابتن. يعني اتمنى ان هو ياخد باله من صحته الفترة اللي جاية، لان مهم ان هو يبقى كويس عشان يبقى واخد باله من حاجات كتير يعني. كابتن احمد ناجي النهائي الافريقي كنت شايفه ازاي من بدايته؟
يعني أهلي وترجي من بدايته قبل مباراة برج العرب؟ لا هو نهائي أولا وأخيرا، هو نهائي، فالنهائي ده له يعني خصائص ولو نظام معيشة ولو تكتيك ولو يعني أساليب ويعني عيشة في كرة القدم مع النهائي. النهائي تفاصيل، النهائي تفاصيل صغيرة، يعني في تفاصيل كبيرة، خطوط عريضة، وفي جوه الخطوط العريضة دي تفاصيل تانية اللي هي الليتل ديتيلز أو التفاصيل الصغيرة، واحيانا التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتفرق. هي اللي بتفرق فرقه عن فرقه. فرقه عايشه المباراه ازاي، فرقه خططت للمباراه ازاي، فرقه تاقلمت على جو المباراه ازاي، حاجات كتيره جدا، تفاصيل صغيره بتخلي فرقه تتفوق على فرقه. اعتقد ان النادي الاهلي مر بظروف صعبه جدا. يعني طبعا مش هتكلم على عشان بعد يقول لك اصل الاهلي والترجي قابلوا بعض في دور المجموعات وبعدين قابلوا بعض في النهائي، ايه اللي اختلف؟ لا ما انا بقول لك هي التفاصيل، وبعدين الظروف. يعني النادي الاهلي برضو انا بشفق على المدرب جدا لما يكون عندك احمد فتحي ومعلول في خط واحد مش موجودين، لما يكون عندك اجاييه روح الفريق في الفريق في الفتره الاخيره مش موجود، يكون عندك واحد مزعج زي ازارو بتبني عليه اللعب كله تتحرم منه بحاجه ما شفناهاش مش موجود. انا بغض النظر بتكلم فنيا، فنيا طبعا المدرب يعني الادوات اللي هو يعني بيعول عليها، ومع ذلك الراجل يعني لا اشتكى ولا، ودي كانت حاجه كويسه ونقطه يعني في صالحه، لانه طبعا ما اتكلمش على نواقص والحاجه عشان المعنويات بقيه اللعيبه، زائد ان انت برضو عندك بعض اللاعبين اللي لسه ليه اول تجارب ليهم في بطوله افريقيه او ما عندهمش خبرات كبيره في البطوله الافريقيه، حاجات كتير طبعا. الفنيات طبعا يعني انا شخصيا ما بحبش يعني لازم اكون عارف التفاصيل عشان ابقى يعني طبعًا اتكلم في الفنيات، لكن هو اولا واخيرا هي مباراه كره قدم اتلعبت، الفرقه كسبت في القاهره 3-1 واتغلبت في تونس 3-0، كانت محصله ان احنا يعني خسرنا بطوله، لكن يظل النادي الاهلي هو صاحب اعلى نسبه بطولات في افريقيا، وده طبعا يعني كويس للنادي الاهلي وشرف وفخر للمصري. يعني اكيد زي ما قلت في الاول مبروك اكيد لنادي الترجي وهارد لك للنادي الاهلي، البطوله الثالثه لنادي الترجي. لكن المباراه امبارح يعني النادي الاهلي ما كانش يومه، لعيبته ما ادتش بالشكل المطلوب، الفرص مش متاحه للاعبين، يعني المباراه امبارح باختصار كده ما كانش يوم الاهلي. هو زي ما قلت لك يعني احنا لعبنا حوالي 45 دقيقه الشوط الاولاني باستراتيجيه معينه وكانت ناجحه جدا. ان انت تحاول تبقى ما يجيش فيك اهداف، وان انت تبقى خطوطك قريبه من بعض، وان انت تبقى الحاله الدفاعيه بتاعتك كانت مكتمله العناصر يعني حقيقه. تغطية مظبوطة وكل حاجة، لكن زي ما قلت لك كرة القدم في الوقت بدل الضايع استقبلنا هدف، يعني مش عايز أقول إنه يعني مش يعني النادي الأهلي ما يخش فيه هدف بالشكل ده يعني، لكن وإن كانت كرة القدم فالأخطاء واردة والتنظيم الدفاعي حصل فيه خلل في لحظة من اللحظات استقبلنا هدف. الهدف ده كان ليه دور كبير جدا في المباراة كلها. يعني لما تطلع متعادل 0-0 غير لما تطلع مغلوب 1-0 وبقيت قريب من ان انت تخرج بهدف. يعني لو الشوط الثاني بدا وانت 0-0 ففرقه تونس مطالبه ان هي تجيب هدفين في شوط واحد. فلكن هم دخلوا متحمسين، وعلى فكره هم يعني مش الفرقه الكبيره قوي اللي هي يعني يعني تخاف منها او، لكن زي ما بقول لك كره القدم زي ما انت قلت في يوم، يعني لما يسالوني انا هتعمل ايه بكره؟ انا اقول على حسب حاله اللعيبه في ال 90 دقيقه اللي جايين. فكره دايما بتقول الجمله دي في تصريحاتك، تقول ان شاء الله بس يكون يومنا تكون حاله لعيبه كويسه بالزبط. اول كره تمشي مع اللعيبه بتاعتنا ده دايما لا لا حاله اللعيبه مهمه جدا في اليوم ده. يعني كتير قوي بقى لنا سنين طويله في كره القدم، سنين كبيره جدا، يعني ما يقرب من 30 سنه مدرب. في ايام انت بتبقى واثق تماما 100%
ان انت هتعمل حاجه كويسه ما تعملش حاجه كويسه. حاله اللعيبه بتفرق. يعني في الليفل ده او في المستوى ده يعني التدريب مش يعني مش هو كل حاجه. التدريب جزء من كل حاجه. يعني التدريب الخططي والحاله البدنيه والحاجات دي كلها جزء. التأهيل النفسي برضه. التأهيل النفسي طبعا جزء كبير، والتنفيذ داخل الملعب من اللاعبين ده جزء اكبر. ممكن حاله لعيب او اتنين تاثر على 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 الانتاجيه بتاعه الفرق ككل. فجايز جدا انه يعني مجمل العناصر دي اثر في يعني ممكن التجهيز النفسي، ممكن خبره اللاعبين، ممكن لعيبه مش مستوعبه الاتموسفير اللي كانت فيه المباراه امبارح. جو المباراه كان صعب وكان يعني هو السبب يعني بيشمل عده اسباب كلها مجمعه. ما كانش في صالح اليوم. ما كانش صالح يعني ما كانش في صالح النادي الاهلي اليوم ده. مع طبعا اعترافنا الكامل ان ده ما كانش يوم النادي الاهلي امبارح. ما كانش يوم النادي الاهلي، لكن البعض لما يقول لك والجمهور يقول لك ما شفناش روح الفانيلا الحمراء، يعني كنا محتاجين اللعيبه تبقى اقوى من كده. انت راجل مدرب ودايما بيبقى ليك نظره، يعني ما هي دي اللي انا بقول فيه بتكلم فيها. ما هو اللي بيأثر على الروح او اللي بيأثر على الانتاجيه بتاعه الفرقه هي العوامل دي. الهدوء النفسي، تحمل اللعب تحت ضغط، الاجواء اللي ما كانت فيها المباراه استحملها بعض اللاعبين وما استحملهاش بعض الاخر. فالاجمالي بيبقى يا سالب يا موجب. يعني في 3 4 5 لعيبه عناصر في الفرقه يقدروا يقوموا الفرقه ويقدروا يخلوهم يبقوا يعني يركزوا في اللعب ما يركزوش في حاجات تانية. اللي عنده يعني امبالانس يعني عدم توازن ترجعه تاني بسرعه، او المحاضره اللي قبل المباراه او المحاضره اللي في الهاف تايم او اليومين ثلاثه اللي قبل المباراه عملت اتزان ما عملتش اتزان، حطت الناس على تراك البطوله ما حطتش الناس على تراك البطوله. فكل الحاجات دي بتتحسب، بيطلع الانتاج بتاعها هو الانتاج بتاع التيم. في خلل بقى في العناصر دي ممكن المدرب يكون عمل كل حاجه واتكلم في كل حاجه وبيرفكت في كل حاجه، ولكن خلال ال 90 دقيقه العناصر الادوات اللي هو بيستخدمها بيشتغل بيها ما يعني ما عملتش اللي كان اللي هو قاله قبل اسبوع، واللي هو قاله قبل 3 ايام، واللي هو قاله قبل المباراه، واللي هو حتى قاله بين الشوطين عشان يرجع بالظبط الحاله النفسيه والمعنويه للاعبين عشان يبداوا يعني ما يكونش لاكي النهارده يبداوا خطه كفاح تانية في ال 45 دقيقه اللي جايه. ومع ذلك خلي بالك في كره القدم انت ممكن تعمل كل ده وتبقى كل حاجه كويسه وتخسر طبعا، وممكن الفريق الاضعف هو اللي يكسب. ليه كره القدم هي معشوقه الناس؟ احيانا يا كابتن فرقه بتخسر بس بتكون راضي عن اداء. ايوه كابتن احمد ناجي الاهلي خسر امبارح بس راضي عن اداءه امبارح؟ لا، ما حدش راضي عن اداء النادي الاهلي امبارح. النادي الاهلي ما عندوش اي شراسه هجوميه امبارح، ما عندوش اي محاولات على المرمى كالعاده. يعني ما شفتش انا المعز بن شريفيه عنده يعني صدات، ما عندوش واحده راحت في الاخر عاليه قلشت منه. يعني هي واحده اللي راحت قلش يعني يعني لما بيسالوني على معز بن شريفيه امبارح فقلت لا يعني نقدر. هو دايما بيبقى عنده توتر في المباريات الكبيره، وزي ما حصل الكره الوحيده اللي راحت يعني تعامل معاها بشكل يعني مش حلو. يعني الكره جت كده اوفر، حط فيها ايديه طلعت فوق، يعني ما استخدمناهوش. لكن برضو برجع واقول انا عايز يعني اطمن جماهير النادي الاهلي، وده جزء كبير من كره القدم المصريه، انه اكيد اداره النادي الاهلي يعني مش عايز اقول ان هي يعني هتحط ايديها على النواقص او الاسباب، وده طبعا واجب ان احنا ندرس الحاجات اللي يعني ادت لان احنا نخسر البطوله. وانا متاكد ان ده بيحصل من بدري مش من بعد ما خسرنا، اكيد من قبل البطوله احنا عارفين في مثلا لو في ديفو لو في خلل في حته في الميركاتو الشتوي مثلا مش ما يبقى في اعلان عنه يعني، بس لا لانه ما ينفعش انا اكسر معنويات لعيبه اقول لهم جاي هجيب لكم لعيبه ولا هجيب لكم. حتى لو جبت لعيبه، اللعيبه الموجوده لعيبه ممتازه ولاعيبه منتخب مصر، فاللي هيجي هيحارب على فرصته. بس احنا كاداره او كاداره النادي الاهلي بتوفر للمدرب بدائل
وان شاء الله في برضو بعض الاصابات راجعه، فتحي ومعلول واجايه، والفرقه طبعا يعني في بعض اللعيبه اللي مش مقاده افريقيه، وممكن على فكره يعني الخساره دي تكون سبب كبير في اصلاح مسار. وممكن لو حصل مكسب وحصل يعني احيانا انت بتتكسر عشان تتعدل. يعني فما فيش مشكله خالص في كره القدم. قلت الجمله دي وانت بتبتسم. ايوه طبعا احيانا طبعا انت بتنكسر عشان تتعدل. تقوم يعني لانه خلي بالك احنا يعني كره القدم علمتنا حاجات كتير على مدار العمر كله. يعني في بعض المحللين والمنظرين والحاجات بيشتغلوا يعني رد فعل تحت الرجلين، لكن اللي هم بتوع كره القدم الحقيقيين اللي هم بيشتغلوا على بلان، يعني على خطط طبعا. يعني احنا بنشتغل على الخطه البديله والخطه المستقبليه بالظبط كده. فلما يعني ما يقع منك حاجه في خطه معينه، مش ما الدنيا ما تهددش، تقع حاجة يتبني عليها حاجات. وعشان كده دايما أقول أنا دي كلمتي المشهورة جدا، أنا لما أخسر مش عايز أخسر كل حاجة، أخسر مباراة لكن ما أخسرش عندي لعيب، ما أخسرش معنويات لعيبة، ما أخسرش بطولة، ما أخسرش فريق. بالظبط، لازم أنا دول بيلعبوا في النادي الأهلي أكيد لعيبة منتقين ولعيبة كويسين. أنا ببقى طالع هنا على القناة لأن أنا شايف على السوشيال ميديا ده يبطل وده يروح وده يعمل وده ما ينفعش وده مش عارف. لا، كلام مش موضوعي. مش جمهور الاهلي اللي بيعمل كده، اكبر داعي. حتى لو جمهور الاهلي بيحب النادي الاهلي ومتعصب ومش عاجبه الفرقه وبيتكلم بالاسلوب ده، في طبعا جماهير النادي الاهلي بتتكلم بالاسلوب ده. فاحنا لازم نصوب المساله دي ونقول لا، دول لا يعني لعيبه منتقاه بشكل جيد جدا، ودول اللي انتوا هيصتوا لهم وشجعتوهم لما بياخدوا البطولات، ودول اللي وصلوا للنهائي في ظروف ما كانش عندنا بونت. طبعا يعني كان بونت، كان هو بونت يعني في المساله، وكان في كلام بقى شعر في المدرب وفي اللعيبه يعني. فدايما ما نخسرش كل حاجه. بس هي دي كره القدم يا كابتن. انا دايما ببقى جاي قناه عندي حلقه، اهلي جايب بطوله، ففريق الاعداد مجهز والدنيا مجهزه، يجي لك كده روتيشن عنوان كده، مش عايزين فرحه كبيره، الاهلي خد بطوله، بنقفل صفحه. ده هو ده فده في الفريق وده في القناه. أيوة طبعا. يعني هي خلاص الناس فرحت وخلصت، نشوف عندنا ايه برضو. انت فاكر كلمة مستر مانو جوزيه اللي دايما بعد كل بطولة كبيرة دي هتروح للمتحف بس وهتبقى في التاريخ، وندور على اللي بعده، يلا اللي بعده يعني. فاللي بعده يعني بجد كرة القدم هي شيء ممتع جدا في المكسب، وانا مش عايز اقول ان هي يعني كونت شخصياتنا في الظروف الحالكه دي. دي اللي بتبين لك معدن الرجاله، يعني دي اللي بتبين لك اللي حواليك في ايه، يعني حواليك ايه. ما انت طول ما انت على وش الزبده زي ما بيقولوا خلاص مفيش مشاكل، لكن لما يبقى في ظرف من الظروف الثقيله دي او محك او معيار قوي، فانت بتلاقي نفسك عرفت بقى ده بيفكر ازاي وده بيفكر ازاي، وده يستحمل ولا ما يستحملش، وده يعرف يشيل المسؤوليه ولا ما يعرفش، وده تعول عليه ولا ما تعولش، ولا ده تركن عليه ولا ما تركنش. حاجات كتير بتبان في حياتنا كلها، شفنا ان 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 الظروف اللي زي دي هي اللي بتبين الرجاله. يعني كلامك من بين السطور كمسؤول سابق بقى في الاهلي في جهاز فني، واكيد كان بيبقى فيه بعض العثرات، كنت بتقول لي لما يبقى فيه مشكله او في حاجه جوه الفريق مش شرط يبقى في كلام وتفضل ماشي، لكن ثق تماما ان الاداره في التوقيت ده والجهاز في التوقيت ده هم شغالين على دي، لكن بشغل وجهه نظرهم الخاصه جدا اللي بشتغل وانا قافل كده عشان اقول لك انا بعمل. هو ما حدش بينجح الا كده، يعني اي حاجه فيها شوشره وفيها زيطه ما تنجحش. الناس الكبيره والناس الثقيله والفرق الكبيره والفرق الثقيله، انت هتلاقي مؤسسة فيها متشعب منها فروع، كل واحد مسؤول عن حاجة بيعملها، نتيجة الحاجات دي كلها نجاح. مش معنى ان انا اخسر او ان انا اقع في حاجة الهرم ده يتهد، لا، ده الهرم ده ليه اساس قوي. وبعدين انت بتتكلم من 1907 لحد 2018
ده تاريخ طويل جدا. لو ألقابك معدودة مش هيتهز في خسارة بطولة. يعني أنت بتتكلم أنت رايح كنادي أهلي بتتكلم عن رايح تاخد البطولة التاسعة، والمنافس بتاعك فرح مبروك ليهم طبعا على البطولة التالتة. فيعني فرق بينك حتى وبين المنافس اللي قريب منك ده كبير جدا، ده ضعفين يعني. ف يعني عايزين من هنا نبتدي، من هنا يعني احنا يعني مش قصدي من هنا نبتدي، احنا بادئين من 1907. هتبتدي من انت بس بسميها، انت شايف ان في تراجع، فعايز ده زي ما انت قلت اللي تكسرك يقومك. ايوه طبعا، لانه اساسا يعني لو انت ما انتش قوي بما فيه الكفايه عمرك ما تستمر العمر الطويل ده كله. لو انت هش كان زمان المؤسسه دي يعني ما طبعاً بقاش ليها وجود، لانه انت في امثله كتير في العالم. يعني مثلا لو دورنا على اي سي ميلان دلوقتي بقاله قد ايه عايز يقوم، انتر ميلان بقاله قد ايه عايز يقوم، في ايطاليا مثلا، في انجلترا ليفربول بقاله قد ايه عايز يقوم. بتتكلم في اسماء وتاريخ طبعا ولا وانكم يعني ايرادات طبعاً غير طبيعيه طبعا. ولكن هي دي كره القدم. يعني النادي الاهلي لما بيقع مره كل كام يعني مش وقعاته وده دايما اصل ده في الرياضه عادي. يعني الرياضه لا يمكن تبقى مكسب على طول ولا يمكن تبقى خساره على طول، فيها ده وده طبعا، وفيها يوم كده ويوم كده. واكيد كل ماتش وله ظروف وكل بطوله وليها ظروف. في وسط الحديث ده لازم استغل وجودك معايا كابتن احمد ناجي واقول لك إن, ان 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 البعض اتكلم على الشناوي في ضربه الجزاء اللي هنا وكلام في وسط الزحمه، وانا كنت بدردش معاك في التليفون كده وقلت لي حاجه. لا احنا نتكلم في حارس مرمى يعني بجد اثبت ان هو حارس من الطراز الاول، اخطاه مش كتير، لانه طبعا مركز حراسه المرمى مبني على الخطا. يعني كل ما الاخطاء قلت فكل ما قيمه الحارس بتزيد. تمام. فمتحمل المسؤوليه جدا، لعب مباريات كبيره جدا جدا واثبت للناس انه عنده ثبات بشكل قوي جدا. مصر البوزيشن ده او المركز ده ما فيهوش قلق خالص، فيه 7-8 حراس زي ما انا بقول مميزين من يعني اميازهم محمد الشناوي دلوقتي في الفتره الحاليه بيلعب مباريات. يعني هو عنده في شخصيته يعني تحدي ومهتم بشغله وده طبعا من الحاجات اللي مخلياني انا يعني مبسوط، لانه فعلا مباراه زي امبارح تقيله في 50-60 ألف متفرج، مباراه زي اوروجواي في كاس العالم اول مباراه لي في كاس العالم، مش ممكن شخصيه قويه زي دي تتاثر بكلمتين او حد يقول عليه كذا او حد ما يقولش عليه كذا. لا ده شخص قوي جدا 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 متحمل المسؤوليه بشكل رائع، حتى لو عنده اخطاء وهو فاهم ان الاخطاء وارده، مفيش حد بيلعب بدون اخطاء ولا اي حد في العالم. يعني احنا لو جينا في كاس العالم هنلاقي دخيه مستوى مفيش، هنلاقي كذا كذا، هل دول ماتوا او حد لا، لان احنا عندنا النقد لازم يبقى فيه تطوير شويه. النقد لازم يبقى بشكل علمي، النقد يبقى اجمالي الاداء، المواصفات اللي احنا بنحط النقد عليها نفهم احنا يعني بنتكلم على ايه، على الشخصيه، على الامكانيات الفرديه، على المهارات، على اللعب الجماعي، على الاجمالي الاداء كله. مش انا استنى كده اعتراضيه النقد، مش انا استنى مثلا انا ميولي كذا هو ده استنى، ما هي دي جمله الاعتراضيه. جمله اعتراضيه كنت اقول لك عليها، هل النقد بقى مرتبط بالانتماء؟ لا ما هو يعني مثلا كتير جدا مثلا الزاوية. يعني انا مثلا جنش حارس عظيم وانا معجب بيه جدا ومميز على فكره، وعلى فكره في المنتخب، بس تلاقي لما مثلا الشناوي عنده خطا كل الناس تقابلني في الشارع جنش، وانا طبعا عارف مؤمن بامكانيات جنش، او في اسماعيليه يقولوا عواد عواد عواد، ومؤمن جدا بامكانيات عواد، واحد فيهم هيلعب، او احمد الشناوي ربنا يجيبه السلامه، او شريف اكرامي لو خد فرص، او بص بقول لك كام اسم، او عامر او كتير حراس كتير مميزين. لكن انت كمدرب مطالب تختار ثلاثه او ماكسيمم، وفي الاخر تاخد واحد كمان ترفع معنوياته، او تمام. تاخد واحد تقول له انت معايا في السوق، اللي هو كان لاعب. ما فيش حارس بيتغير كل 3 ايام، حارس بيتغير كل 20 سنه، فبتاخد واحد بيلعب تدي له الثقه، اذا ما كانش قد الثقه دي بتدي فرصه لحد تاني. لكن طول ما هو قد الثقه وبيلعب وبيدي لك النتيجه الكويسه
خلاص هو الاساسي وهو اللي موجود. لا محمد الشناوي اثبت فعلا انه حارس كبير وشخصيه كبيره، ودي شخصيه الفرق الكبيره والمنتخبات الكبيره. اخر مكالمه معاك كنت بتتكلموا في ايه؟ لا اخر مكالمه معاه انت حراس مصر كلها بتتكلم معاهم، بكلمهم طبعا حتى اللي مش موجودين في المنتخب. ما انا عارف اخر مكالمه كانت خبط في او خرج في ماتش اللي لعب مكانه اكرامي الوصل الوصل بس كلمته اطمن على الاصابه وقال لا بقى خفيفه وبعد يومين هنزل الملعب، لانه انا عندي برضو حاجه انه هو طالما مع مدرب النادي بتاعه اللي احنا عندنا ثقه فيه كبيره. لا ما انا 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 سؤالي واضح جدا. انت مش بتكلمه احمد نجم مدرب المنتخب. انا 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 فاهم انا فاهم انا عارف اللي بينك وبين كل حراس مصر بين جنش وبين الهاني وبين احمد الشناوي وبين شريف اكرام واحمد عادل عبد المنعم كمان ماشي في فتره جميله جدا الفتره اللي فاتت، كلمت معاه وهنيته على مستواه، ويعني يمكن الثلاثه المختارين او الاربعه المختارين ما اتكلمش معاهم او في فترات ما اتكلمش معاه. لكن الناس اللي هي طالعه يعني زي احمد عادل عبد المنعم وعامر عامر منصف بيقدم مع يعني محمد صبحي مع الداخليه مع انه برضو اوفر ايج لكن بيقدم مستويات كويسه. ده بقى ما نتكلم في منصف وصبحي ويقول لك ما انتوا في دلوقتي في المنتخب واخدين خط تاني خالص انكم بتنزلوا بالسن شويه. لكن هي مش يعني هي مش قاعده ثابته. ممكن لو انا عندي بطوله افريقيه او اي حاجه هيبقى في شهر وهيعدي ممكن تلاقي حد من كبار السن موجود عادي يعني مفيش مشكله. لكن طبعا الاستراتيجيه الاساسيه فعلا هي طبعا احنا هنلعب 2022 كاس عالم. فاكيد من دلوقتي يا كابتن بتجهزه. طبعا اكيد اكيد. وفي مواهب، لان عندك مواهب. انت لما مثلا يبقى عندك اثنين مثلا حارسين الاثنين كويسين والاثنين بيلعبوا في الدوري والاثنين بيأدوا كويس، واحد صغير وواحد كبير، هتفكر في الصغير عشان المستقبل اكيد طبعا. وهتبقى شايف انه امتى ياخد وامتى تديله. بالظبط بالظبط. فالمساله يعني برضو احنا عشان مش عايزين نخرج عن موضوع النادي الاهلي النهارده، انه النادي الاهلي ما بيتاثرش. انا هروح بيك شويه كده بس هروح بيك في العام برضه. اتفضل. طب طبعا ابناء الاهلي بيبصوا على المواجهات وتقييمها بشكل مميز. تعال نشوف معانا التليفون مهم من واحد من ابناء النادي الاهلي برضو اكيد ليه رؤيه وتقييم. كابتن ربيع ياسين مساء الفل على حضرتك، تحياتي وتحياتي كابتن احمد ناجي. بخير يا استاذ ايهاب، منور. ومساء الخير يا كابتن ناجي، ومنور. منورك يا كابتن ربيع. منور يا كابتن ناجي وبالتوفيق يا حبيبي، وحاجه جميله وحاجه مشرفه والله. ربنا يخليك كابتن ربيع، ربنا يخليك. والله يا كابتن دايما حبيبي. الله يخليك. كابتن ربيع هارد لك. النادي الاهلي وهزيمه نهائي افريقيا، واكيد لك متابعه ورأي في هذه المباراه. طبعا خلاص يا كابتن ايهاب، قدر الله ما شاء فعل. شوط ثاني ما كناش موفقين، ما كانش يومنا. اعتقد ان الضغوط والضغوط النفسيه والمعنويه والحاجات اللي كانت موجوده قبل المباراه دي اثرت بشكل كبير جدا. ده كان حرب يا استاذ ايهاب، ما كانش ماتش. الله يكون في عون اللعيبه، والله كانت حرب صحيح. ايه ده؟ فاللعيبه عملت اللي عليها وحاولت. كان شوطين، شوط في مصر كنا موفقين وشوط في تونس ما كناش موفقين. خلاص ما كانش في توفيق. اللعيبه بعيده طبعا، واحنا دايما يعني شجعان في 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 تصريحاتنا، شجعان في راينا. ونقول مبروك للاخوه التوانسه، وان شاء الله نفكر في المستقبل. واحنا خلي بالك يا استاذ ايهاب، احنا شبعانين بطولات وشبعانين دنيا وشبعانين كل حاجه. الكيان الكبير بفضل الله كل الاجيال بتحافظ عليه، اجيال متوسطه، اجيال محترمه، الناس حاولت بروح رياضيه. بنقول لهم الف مبروك، وان شاء الله اكيد الاداره وبتفكر ولجنة التعاقدات بتفكر والدنيا هتبقى احسن وافضل الفتره القادمه باذن الله تعالى، ان شاء الله باذن الله تعالى. كابتن احمد ناجي قال لي دايما المباريات اللي زي دي او الوقفات اللي زي دي في النادي الاهلي ما بتعديش بالساهل، وبقى ليها وقفه كبيره وبتمشي الامور المستقبليه بشكل رائع ومميز. مظبوط كلام الكابتن احمد ناجي، كان حارس مرمى كبير وراجل مدرب كبير وعنده خبرات، وتصريحه معقول جدا وصح. اللي في وقفه اكيد، واحنا احنا طول عمر النادي الاهلي يا استاذ ايهاب، النادي الاهلي طبعا كل اللي بيشتغلوا فيه بيشتغلوا عشان الكيان. فضل الله دي حقيقه. فانا من وجهه نظري ان شاء الله ان ده خير باذن الله تعالى. مش موفقين في بطوله، لكن في بطولات قادمه باذن الله، واكيد الاداره بتفكر على راس المنظومه طبعا الكابتن محمود الخطيب، كابتن مصر وكابتن افريقيا والدنيا كلها
مجلس إدارة على أعلى مستوى، أكيد لجنة التعاقدات بقى ولجنة الكورة فعلا هتقف وقفة، وأكيد في تدعيمات في يناير بأمر الله تعالى في مراكز معينة، والكيان خلي بالك ربنا حافظه بفضل الله ثم أبناء المخلصين، بتلاقي الإخلاص هنا، بتلاقي التركيز، بتلاقي الالتزام، بتلاقي الحب. فإن شاء الله كابتن إيهاب بإذن الله تعالى هنلاقي كل حاجة كويسة، وجمهور النادي الأهلي ما يقلقش لأنه هو في إيد أمين الأهلي في الأمينة، النادي الأهلي أبنائه ما شاء الله بيقفوا دايما وبتلاقيه في المواقف الصعبة جدا، فإن شاء الله القادم يكون أحسن وأفضل بإذن الله ثم بالجميع إن شاء الله تعالى يا أستاذ إيهاب. كابتن ربيع أنت شايف إن الضغوط قبل المباراة كانت صعبة جدا على النادي الأهلي. أيوة يا أستاذ إيهاب، إحنا جابوا الكاميرا جابت الملعب، انت شفت الـ 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 الامن كان قد ايه مال التراكه في كده، ما ينفعش وبعدين الله يكون في اللعيبه دول بشر بشر، احنا كنا بنشوف اذا عرضنا لضغوط كتيره جدا، في لعيب يستحمل وفي لعيب ما يستحملش، ضغوط كتيره وحرب وتصريحات واعلام وتمرينات والاتوبيس اللي حصل لهشام محمد وده سهل يا استاذ، ما ينفعش يا كابتن. فنقول ايه يعني مش هنعمل حجتنا بدي، احنا اعلى وافضل واحلى، بنبارك برضه للناس وان شاء الله تعالى القادم افضل واحسن للنادي الاهلي ان شاء الله تعالى باذن الله. اشكرك كابتن ربيع ياسين، والقادم افضل واحلى رغم كل حاجه، انا يعني ابارك للترجي وقال ان القادم احلى، وقال ان الاهلي اكبر من يعني يقف على محطه يكمل بالشكل الافضل. اصل احنا لما بنقول قبل ان الاهلي اكبر كاننا بنقول يعني ان بنحاول نكبر النادي الاهلي، احنا مين احنا؟ النادي الاهلي كبير يعني مش والنادي الزمالك والنادي الاسماعيلي طبعا والنادي كل الانديه فالنادي الاهلي كبير جدا جدا مش عايز يعني اخجل من نفسي ان انا اقول النادي الاهلي كبير. انا عشت بين جدران النادي الاهلي 40 سنه من عمري، فيعني عارف عمال بتكبر نفسك قوي. لا لا دي حقيقه انا من سنه 78 في النادي الاهلي، فكلنا مربيع وكل الناس مش عايز اقول اسامي، ان ده اجيال بتسلم اجيال زي ما بيقولوا يعني. فالواحد لما يقول النادي الاهلي كبير تخجل من نفسك ان انت تقول النادي الاهلي كبير، مين انت عشان انت تقول النادي الاهلي كبير؟ برضه النادي الاهلي كبير، انت كده ليك ارائك المميزه دايما، وانت لعيب موجود في النادي الاهلي وانتوا لعيبه كبار بذكر اجيال وجيل انت كنت موجود فيه، اكيد بيبقى فيه عصارات. اللعيبه بقى نفسها لما بيبقى فيه كده لعيبه النادي الاهلي بيبقى شغلها مع بعض ازاي؟ هي بتبقى يعني احيانا الظروف بتخدم في الحته دي واحيانا ما بتخدمش. بتخدم لما يبقى في مجموعه لعيبه عندهم خبرات وعندهم يعني عدد ساعات لعب كتير ولعبوا مع بعض كتير وعاشوا مع بعض كتير وفي ثبات في المجموعه لفتره طويله زي ما حصل من 2003 كده لحد 2011 بدات تتغير جيل تاني برضو كان في مجموعه كويسه فيها خبرات استقرار. وفي وقت بيحصل وانت بتعمل الاحلال والتبديل التحديث ده هو ليه اضراره بيبقى في دروب سنه يعني ممكن يكون في فتره زي دي محتاج شويه تعديلات محتاج شويه يعني حتى كمان حظك وحش قوي مثلا اللعيبه اللي انت يعني كانوا هيظبطوا الحته دي اللي هي مش الفنيين يعني احمد فتحي معلول طبعا لعيب كبير في تونس طبعا وخبرات ازار واجاييه كانوا يظبطوا الحته بتاعت التقل في الخبرات فكانوا للاسف حظك وحش فيهم جدا ما كانوش موجودين يعني اي فريق يا كابتن لعيب وليد سليمان طبعا من اللعيبه العظيمه حسام عاشور من اللعيبه العظيمه السوليه اللعيبه برضو كان خبرات في الملعب ولكن هتلاقي كل واحد عنده ظروفه وليد اقول كان في يعني وليد مثلا مات لعب الفتره اللي فاتت تعب امبارح مات ايه حسام عاشور طبعا تخبيط وضرب وتخبيط حسام يعني بصراحه انا من الناس اللي انا اعتز بان انا يعني شاركت في تربيته او شاركت في حاجه كده يعني لوحده كده حسام عاشور يعني طبعا ان انت تفقد احمد فتحي ومعلول في خط واحد دي طبعا كبيره جدا واحد عقل مفكر زي اجاييب بكورته الحلوه بتقله في الملعب واحد زي ازارو بكل فرق بسرعته وخلق المساحات افتقدت كل ده في يوم واحد بقى في محترفين بيبقوا هم غالبا قوه الضرب لا هو النادي الاهلي يعني غالبا هو اي تيم هو انت كاهلي امبارح بتلعب من غير الثلاثه الاجانب يعني ما اعتقدش ان حتى الناس اللي كانت بتلعب فنيا فرقه انا مش بكلم فنيا
انا بتكلم في حته ان هو التحمل العصبي والنفسي للجو العام. دول كانوا اكتر ناس هيتحملوا الاعباء دي اكتر من طبعا الناس اللي ايه اللي كانت موجوده فنيا. مش كان ليه تويت امبارح كده كان كاتب مين ازارو كان كاتب يعني مبروك للاعلام المصري بعضه اللي عمل. انا ما احبش اللعيبه تدخل نفسها في حاجات زي كده ولا تخش في كلام من ده. يعني لعيب خليك في الملعب وخليك ركز في شغلك. وانا اعتقد انا رايي كده وانا رايي معاك بس اللعيب لما بحس ان هو الضربه جات له من هنا لا هو عنده اخطاء هو عنده خطا اكيد لا يخطف لا 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 اكيد. فلكن انا بقول اي لعيب اي لعيب ايا كان اسمه شوف احنا عمالين نشكر في اداؤه الفني ازاي و و و و لكن الخطا واضح. لكن انت ركز في الملعب طبعا. انا بتضايق جدا من اللعيبه اللي بتركز في تويتر وفي فيسبوك وفي كلام من دوت. لا لا صفحتك تستمتع بيها براحتك بكل حاجه لكن ما تدخلش فيها شغلك وما تدخلش فيها مهاترات تخليك انت يعني ركز في النجيله يعني تخليك انت وجهه للنقد او عدم النقد اللي في ناس هتحب كلامك وفي ناس مش هتحب كلامك. هتدخلك في حاله جدليه وهتبعدك عن تركيزك. انت خليك في الملعب خليك في شغلك. عايز تكتب حاجه بقى حياتك الشخصيه هتسلم على حد تحب حد كده ماشي اوكي. لكن شكرا للاعلام المصري انت خليت الاعلام المصري كده كله يعني يعني فاهم مش حلو طبعا. رسالته واضحه لكن هو برضه خانه تعبير. لا طبعا اكيد السوشيال ميديا والدنيا اتغيرت عكس ما انت كنت لعيبه زمان وعكس لما بداتوا التدريب. قصه دلوقتي انت بتعاني منها وانت مدرب في المنتخب يعني واللعيبه بتعاني منها. شايف السوشيال ميديا ازاي؟ دي اسمها مواقع التواصل الاجتماعي. لا هو انا يعني انا شخصيا انا مسميه العالم اللا افتراضي ولا العالم الجدلي او العالم الغير واضح او العالم المتخبي او يعني ما تعرفش. مؤثر بشكل معين مؤثر ولكن انت لو جيت حللت الموضوع بشكل يعني يعني عقلاني. ايوه انا عايز اقول عمرك انت ما تتاثر بالحاجات دي لان انا دورت في المساله دي شويه فلقيت ناس على على الفيسبوك والتويتر والواتساب والحاجات دي عبقره جدا لكن لما اتعاملت معاهم لقيتهم تافهين جدا لانه العالم الافتراضي ده ما هو انت بتلاقي يعني انواع الكبت كتير فانت ما حدش شايفك براحتك فانت هنا عبقري عمال تشوف لكن في الحقيقه انه فعلا عالم افتراضي وعالم وهمي. فانا بقى دلوقتي لا اتاثر تماما واتمنى كل دلوقتي لا تتاثر ولا تتمنى لكن انت في يوم من الايام تاثرت طبعا لانه انا كنت فاكر إن كل راي بيتكتب نتيجه خلفيه من صاحبه لكن فلقيت صاحبه تافه في اغلب الاحيان عشان برضو التعميم مش مش حلو ده كلام في العموم لكن هو ده عالم افتراضي فعلا. واحد حالته النفسيه مكتئبه وبليد و و و وتلاقيه ماسك الدنيا كلها مشرمطها يعني فاهم انت ازاي؟ يعني زي ما قال الفنان محمود عبد العزيز الله يرحمه كل واحد فينا يركب حصان خياله. ايوه بالظبط كده صح كده؟ مظبوط هو ده خيال فعلا. انت قلت كلمه يعني هي الحقيقه فعلا ده خيال. فانا مش مطالب مني او منك او من كل الناس اللي بيسمعونا دلوقتي ان هم يتعاملوا مع الخيال المريض ده. ده خيال فعلا خيال. واحيانا ممكن تلاقي بوست كده يعجبك تقف عنده تقول يعني ممكن يكون محق. اوكي يعني لو عارف الشخصيه اللي كاتبه بقى لانه انا ما بقتش عندي ثقه في انت شكلك اتلسعت كتير. لا لا خالص بالعكس انا الحمد لله ما عنديش يعني ما عنديش حد ما بيحبنيش او حد مش كتير قليلين جدا. لكن انا دورت على حقيقه المساله دي فلقيتها فعلا هو عالم افتراضي اللي قال العنوان ده. ده راجل عبقري انه ده عالم افتراضي فده مش مفروض ابدا ياثر فيك. ازاي تتاثر بافتراض ممكن يكون صح ممكن ما يكونش صح. ممكن يكون صاحب الافتراض ده مغرض او 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 مش حقيقي او كاذب او يعني ايا كانت المفاهيم وانت تمشي ورا الحاجات دي. لا يعني اقصد كله خلاص بقى اي لعيبه في اي وقت بالموبايل. انا كمان بقول لهم انا بقول لهم نصيحتك انا بقول لهم لا يعني بقول لهم الفيسبوك والسوشيال ميديا عموما ده سلاح ذو حدين. انت ممكن تستمتع بيه ارهاصات مضحكه كذا 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 لكن هو هيأثر فيك. كلام واحد بيقول لك طب النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي تبطل كلها النهارده لو بصت على السوشيال ميديا النهارده ده يروح يشتغل فران وده عجلاتي وده كاتبين كده
طب انت تمشي ورا الكلام ده ولا اللعيبه اللي على الفيسبوك تحت واللعيبه اللي انت بتثق فيها بقالك سنين طويله وبتلعبها اساسيه في منتخب مصر وفي النادي كل واحد يروح يشوف له نفس البوستات لنفس الصفحات لو رجعت ولا شويه هتلاقي شكرا عشان كده عشان كده بنقول ايه ان ده عالم افتراضي لا ثقه فيه على الاطلاق الا اذا شخص انت بتعرفه ساعات انا بعاتب حد لان ببقى عارفه وعارف شخصيته ممكن اقول له انت ايه سبب ان انت كتبت الكلام ده لانه اعرفه مش افتراضي بقى بالنسبه لي دلوقتي يعني لو ايهاب كاتب حاجه عنده ما عجبتنيش برفع سماعه التليفون ايهاب انت قصدك ايه او انت تكلمني انت دايما تكلمني على الشعر وانا مستمتع بان انا بقول للناس شويه حاجات شويه شعر شويه حاجات انا بستنى بس انت بقى لك فتره مختلفه في الموضوع فلا الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله يعني هنبقى يعني اكثر واقعيه بطلب من الناس يعني الفتره اللي جايه تكون اكثر واقعيه لانه حتى السوشيال ميديا في العالم تسببت في انتحار بعض الاشخاص طبعا تسببت في وده طبعا يعني اللاوعي والوهم سيطر على عقول بعض الناس يعني حتى الصور اللي بتتحط للاكونتات او الحاجات دي مش صور حقيقيه وخصوصا في الغريب ان بتبقى الناس عارفه ان دي مش حقيقيه ومع ذلك بتتعامل معاهم بس احنا عندنا فاصل حقيقي دلوقتي تعال نطلع فاصل حقيقي ونرجع نتواصل مع ضيف حقيقي اسمه احمد ماهر اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي بنكمل حوارنا حوار مميز جدا وحوار هادي جدا وحوار يعني ما بقلبش في الورق اللي معايا ولا اسئله الزملاء طبعا عاملين جهد كبير جدا لكن الكلام مع الكابتن احمد ناجي يعني بيروح ويجي وبدردش معاك وانا سعيد جدا ولاننا بنتكلم في التوقيت هتزعل الاس والخالد الاتربي والناس اللي مش عاملين الشغل ده شغل 10 ما احنا قلناه بس بطريقتنا من غير ببص فيه بره برضه ايه فطبعا كل الزملاء على فكره يعني 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 النهارده في وجود الكابتن احمد ناجي يعني كل واحد حاطط لك حاجه يعني تريبي بيقول لي لازم اسمع بيت شعر من الكابتن احمد ناجي اسالك السؤال ده اهو انت مش هزعلهم اهو بس اهو اهو اخر بيت شعر كاتبه الكابتن احمد ناجي في حب الاهلي او في السكه دي او في حاجه كده اهو بياكد عليا كمان اهو لا انا ما كنت كاتب حاجه بتمنى ان المصريين يبقوا كده مش عارف عندي المصريين جدعان وخف الدم مش طبيعيه واتغيروا شويه فكنت كاتب نزل المطر غسل الشوارع والشجر حلمت انا يغسل قلوب كل البشر نزل المطر اهي بردت قلوب كتير اتشردت نزل المطر وكنا ليل ولانه سيل دار على نور القمر وكان رفيقي في السفر نزل المطر راح الجفاف نزل المطر والكل شاف حاجات كتير اتحسنت من بعد ما نزل المطر وفي حاجات اتبهدلت ما هو كل خير بيلازمه شر نزل المطر غسل الشوارع والشجر حلمت انا يغسل قلوب كل البشر عايز قلوب البشر كلها تتغسل ليه يا خالد ليه يا خالد تغيرات كتير جدا بدات من الـ من الـ من الـ من الـ السوشيال ميديا زي ما اتكلمنا بيها ورسالتك واضحه وعجباني قوي لان انا احيانا كتير ساعات بفكر اقفل الصفحه اللي عندي لا ما تقفلهاش انت ما حدش يجبرك على تعمل حاجه انت مش عايز تعملها لا ساعات يا كابتن تبقى انت حابب تكتب حاجه او تقول كده عنوان او تقول حاجه فتلاقي تعليقات من ناس حتى انت ما تعرفهاش ما هو ده ويا ريت حتى ليهم اسماء تعرف ترد عليهم يعني الخير والبركه النحله الجنانه جناح الصحراء الباراشوت مش عارف ايه كده حاجات يعني دايما وفي مقوله قديمه من ارسطو تحدث حتى اراك يعني وري نفسك واتكلم بالظبط اول ما تتكلم وانا بتكلم معاك يا كابتن
وشخصيتك واضحه للجميع من قلبك المرهف ده مخليك. والحس اللي عندك بتاع الشعر، حاسس ازاي بالدوري السنه دي؟ بتشوفه ازاي والمنافسه عامله ازاي؟ وابدا من حراس المرمى والمنافسه، حراسه مرمى مصر ومنافسه حراس المرمى في الدوري عامله ازاي؟ لا في منافسه جدا في الدوري، في بقى في احترافيه حتى في الانتقاء قبل الموسم، في الاعداد والاستعداد للدخول للمنافسات، بقى في اجهزه فنيه على مستوى عالي، مدربين حراس المرمى بالتحديد بداوا في طفره كابتن جدا جدا، مبسوط منهم كلهم يعني، عاملين شغل رائع وبداوا يشتغلوا بشكل علمي، هو ده اللي احنا كنا بننادي بيه طول الوقت، بداوا يتعلموا حتى في مدربين صغيرين اساميهم مش معروفه بدا ليهم فكر في التدريب وفي الاسلوب العلمي في ورش العمل بتاعه تدريب حراس المرمى، بجد بجد انا مبسوط منهم جدا، وده انتج حراس مرمى على مستوى عالي زي ما بقول لك، في حوالي 7-8 حراس مستواهم فعلا يأهلهم للعب الدولي، وده طبعا رقم كبير طبعا، رقم كبير جدا طبعا، فالحمد لله. شهادة من يعني مدرب حراس المرمى ومنتخب مصر والكابتن احمد ناجي بخبرته الطويله دي يقول على الاقل في 7 حراس في الدوري المصري يقدروا يمثلوا مصر دوليا طبعا، لا دي حاجه، لا ده فعلا دي حقيقه. حتى لما اتكلمت مع مستر اجيري واول ما ابتدينا الكلام قلت له نفس الجمله دي، فهو لكن بعد كده فعلا شاف يعني مستوى حراس المرمى، لانه حراس المرمى في المنطقه العربيه وفي الخليج العربي محتاجه شويه يعني شغل، لكن في مصر فعلا مدربين حراس المرمى، مش عايز بس انسى اسامي، لانه فعلا كلهم مستواهم عالي جدا ومقدمين عمل اكثر من رائع. كان في هزه الفتره اللي فاتت وتحديدا قبل كاس العالم في حراسه او في حراس المرمى او الدوري السنه اللي فاتت، كان الحراس فيهم حاله من التذبذب، وده اللي خلى عصام الحضري يكون موجود في الفتره اللي فاتت، ولا انتوا كان اختياركم على عصام لانه كان لغايه ما رحت كاس العالم كان واقف على رجليه بشكل، لا فعلا انا يمكن اشتغلت معاه شهرين قبل كاس العالم بشكل فردي. بشكل فردي؟ لوحده. كان خلص في شهر ابريل الدوري بتاعه في السعوديه، وبقى وقت طويل قوي هيقعده، فما كانش ينفع يقعد، فعملت له فتره اعداد لوحده حوالي شهر ونص كده او اكتر شويه. هو فعلا اجتهاد مش طبيعي يعني، وانت عارف عصام هو مجتهد في التدريبات جدا جدا جدا، وكان كان هو حقه انه يكون موجود في كاس العالم، كان حق من حقه طبيعي، وحق انه لما حتى لما جيت لعبته في الماتش الثالث الناس كانت بدات تتكلم على التكريم وما تكريمش وحاجات، قلت له انت ما بتلعبش عشان تكريم، انت بتلعب عشان تستحق ان انت تلعب، مستواك يأهلك ان انت تبقى في كاس العالم، التكريم ده جاء يعني شكل رقمي ان انت اكبر حارس لعب في كاس العالم، وببارك له من خلالك على مقتنياته في متحف الفيفا، ودي حاجه طبعا رائعه طبعًا. جدا حصلت حاجتين رائعتين في كاس العالم لحراس المرمى، مان اوف ذا ماتش محمد الشناوي، واكبر لاعب سنا واجاده كمان في كاس العالم عصام الحضري، وان مقتنياته تبقى في متحف الفيفا ده شرف لمصر يعني وشرف لينا كلنا. عصام خد قرار الاعتزال في توقيت مناسب للعب الدولي، ما هو ده قراره يعني. ما رجعلكش فيها كابتن؟ لا هو قال حاجتين انا ما رجعتش فيهم للكابتن ناجي، هو كان صرح كده من اسبوع 10 ايام. قرار ان انا اسيب النادي الاهلي وامشي، وقرار الاعتزال. فعلا دول ما خدش رايي فيهم. بلغتك انا اول واحد في التليفون ساعه الموضوع القديم. كابتن واحنا بنتكلم على الحراس وقلت لي ان الحراس مستواها مبشر، ايه اللي بيخلي فتره بيبقى في حاله من التذبذب عند معظم حراس المرمى؟ نعم كل العالم. وايه اللي بيخلي فجاه حراس مرمى نفس الدوري حلو السؤال، حلو في تنافس، حلو السؤال، لان بتحصل على طول كده يا كله نايم يا كله صاحي. لانه في فترات في الدوري بتبقى حاسمه لفرقه تاخد دوري او تبقى تلعب على مكان يأهلها البطولة أفريقية أو كونفدرالية أو عربية، ترتيب يعني تمام، وفي فرق بتلعب على تفادي الهبوط. بص الحالات النفسية دي كلها بقى كل الحالات النفسية دي بقى بتبقى عاملة ضغط غير طبيعي على حارس المرمى. الحارس الدولي بقى اللي هو ما يتأثرش بالأشياء دي، بيلعب على بطوله هو زي ما بيلعب على اي حاجه. ده احيانا كنا بنقول لحارس مرمى انت ممكن تبقى فريتك خسران 6-0 وانت نجم المباراه.
وممكن فرقتك تبقى كسبانه 6-0 وانت اوحش واحد في الملعب. هي المساله بتبقى في الضغوطات النفسيه دي. انا بلعب على بطوله، يعني مثلا اول لعب في بدايات الموسم او نهاياته، اللعب في بدايات الموسم حارس المرمى ده مكان يعني ليه خصوصيه جدا، محتاج شويه حساسيه بدايه اللعب. ممكن في بدايه الموسم تلاقي الحراس ما دخلوش في مود اللعب، فتلاقي شويه في نهايات السنه اللي هي اللي انا بقول لك عليها دي، التحمل المسؤوليه، الفرقه هتنزل، الفرقه عايزه مكان، الفرقه عايزه بطوله. هنا بيتاثر بعض الحراس اللي هو امكانياتهم كويسه، بتبقى امكانياتهم كويسه ولكن بيتاثر بالعوامل دي، بانه نازل الان لا يخسر فرقته عشان ما تنزلش، او الان لما يكسبش عشان ما نبقاش الرابع او التالت. وفي بعض الحراس بتتاثر بالمنافس في النادي نفسه، او الحارس الثاني او الحارس اللي معاه اللي بيلعب ضده يوميها، ده مثلا مختار للمنتخب وده مش مختار للمنتخب، والتاني تالق في كورتين ثلاثه، او الحارسين اللي في المنتخب بينافسوا بعض قدام ماتش، ما ده يعني بعض الحراس اللي انا ما بحبش شخصيتهم. يعني في حراس بتلعب في عدم وجودي مثلا، بتابع على المباريات من الملعب، بشوفهم في مباراه التلفزيون هايلين، اروح الملعب في السلام الجمهوري مثلا ولا حاجه يشوفوني، الاداء يختلف. خلاص شوفهم بقى من التلفزيون. لا ما هو لا ما هو انت عايز حارس بمواصفات معينه. انت عايز حارس بكاركتر. ايوه لا انا رسالتك واضحه طبعا، ما تتاثرش باي حاجه، حتى ما يتاثرش بخطأه، يعني لو غلط ما يتاثرش بخطأه، وده الحارس الكبير، الحارس الكبير ما يتاثرش بخطأه، يكمل يشيل. ففي في في حاجات اللي هي التفاصيل الصغيره دي اللي انا بتكلم معاك فيها اللي اتكلمت معاك فيها، اللي هي بتحسم بطوله او تفقدك بطوله، هي دي اللي الناس العاديين ما يعرفوهاش، او مش خايضين قوي في تفاصيلها اللي احنا بقالنا سنين طويله شغالين فيها. خد فلان، خد فلان، ما خدتش فلان ليه؟ ما لعبتش فلان ليه؟ ما عملتش فلان ليه؟ فهي الحاجات دي هم مش شايفينها. يعني مثلا شافوا مثلا 10 ماتشات لسين من الناس، لعب 7 منهم كويس، فده لا ازاي ما يبقاش موجود، او ازاي ما يبقاش نمره واحد، او ازاي ما يلعبش، او ده بياخد فرصه ليه وده ما بياخدش فرصه ليه. بياخد فرصه ليه او ما بياخدش فرصه ليه، دي بتاعتنا، دي شغلتنا اللي احنا بقالنا كتير يعني عمرنا كله في ده ليه ياخد ليه وده ما ياخدش ليه، وده يلعب ليه وده ما يلعبش ليه، وده نمره واحد ليه وده نمره اتنين ليه. وده لما محمد الشناوي خد ماتش البرتغال الودي كان ده اجابه على كلام حضرتك ده، او تاكيد ليه؟ طبعا حطينا في حته انه انا اقدر، اكيد مباراه كبيره في المنافسه. وده كشف للناس المتابعه فكر الجهاز الفني في مباراه زي دي، اوقف حارس يبقى انا قربت اعتمد عليه في مكان معين. لا احنا انا لا لا في النقطه دي بالتحديد احنا شغالين فيها من بدري. من بدري. يعني هل مصر بعد عصام الحضري هتنضب مصر؟ ولا مصر فيها ولاده وفيها مواهب وفيها كذا وفيها كذا؟ طبعا. لا فيها مواهب، فيها عواد عامل السنه دي مباريات في الدوري السعودي مش عايز اقول لك قد ايه انا فخور بيه. يعني 7-8 مباريات هو مان اوف ذا ماتش. تابع المباريات كلها طبعا، بتشوف المباريات. امال ايه؟ هتروح تشوفه من الملعب قريب؟ احنا الفتره اللي جايه اصلا عندنا فتره فراغ طويله لحد مارس يمكن بعد ماتش تونس، فممكن يكون عندي وقت اروح اعمل عمر ان شاء الله واروح له. بس هي مش فارقه لان انا دايما الماتشات متابعها. جنش حارس عن بقى وتشاور له كده. لا يبقى العمره بقى، يبقى ان شاء الله ان شاء الله. بعض الحراس يا كابتن زي ما انت قلت بتتاثر من المنافسه، انت مع ان لو في حارسين مميزين يبدلوا مع بعض، ولا هي حراسه المرمى؟ لا ده مكان يحب التثبيت جدا. مكان يحب التثبيت. الا في ظروف. افرض انا مثبت واحد وكل مره بيديني اقل من المطلوب، فواجب عليا انبهه او زي بالبلدي كده ارص له ودنه او ابعده. واللي تتقرص ودنه والحارس الثاني ياخد برضه واجب عليه، ممكن طبعا وتسانده، طبعا تسانده اكيد. بس طالما انت عندك قناعات انه بيأدي دوره المطلوب منه، مفيش في اي مهنه في اي مكان في العالم نبي. مفيش لا انبياء على الارض، وحتى الانبياء كان عندهم اخطاء الا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني انت لما بتتعامل باحترافيه، الوقت اللي هو يعني بيبقى حد الدنيا كلها قايمه عليه، وانت عمال تقول لنفسك ليه؟ ليه يعني
حاجه من الـ من الـ من الـ من الادوات بتاعتنا او الـ او الـ او الـ مش عايز اقول الاسلحه عشان ما تبقاش حرب، اللي احنا بنحارب بيها نكسرها ليه؟ في وقت من الاوقات احمد الشناوي، في وقت من الاوقات جنش، في وقت من الاوقات الحضري، في وقت من الاوقات نادر السيد، في وقت من الاوقات امير تتكلم معايا امير عبد الحميد بشوفه وبتابعه وبتابعه كله 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 محمد صبحي بتابع كله 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 بلا استثناء الزنفلي كل الناس كلها كلها ما فيش حد ما 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 ما, ما بيتشافش. احنا كجهاز كامل يعني يعني استمر حتى الجهاز بعد مستر كوبر جه مستر اجيري نفس الطريقه ونفس الاحترافيه ونفس المساعدين الشاطرين جدا 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 بيشتغلوا بشكل يعني هاي تكنولوجي جدا وبيشتغلوا شغل رائع الجهاز كله. وكابتن هاني رمزي طبعا من الشخصيات انت عارفه كويس طبعا جدا طبعا. الناس اللي انا بحبهم جدا وحبيت عشرتهم لان انا كنت بحبه قبل حتى ما نشتغل مع بعض. لما اشتغلنا مع بعض شفت حد كده جميل وراقي جدا محترفين يا كابتن بعيد عن يعني كمان هاني كمان من الشخصيات اللي انا كسبتها في حياتي يعني. كابتن عشان اقفل موضوع الحراس، الحراس الكبار كلهم بيجي لهم توقيت ويقف واحده ساذجه، يقف واحده خايبه سرحان او لا مفيش سرحان، في حراس بترجع تستفيق وفي حراس بتكررها. لا لا في بص في اخطاء في حراسه المرمى او تصنيف حراسه المرمى. الحارس التصنيف الاول حارس بيخطا، بص هي متركبه على الخطا، حارس بيخطا اخطاء مختلفه في فترات متباعده، اخطاء مختلفه في فترات متباعده، ده الفرز الاول يعني لازم يخطا يعني ما يخطاش اخطاء زي بعضيها ده يبقى ديفو. وحارس بيخطا اخطاء متشابهه في فترات متباعده، عنده خطا بيكرره هو بس على فترات متباعده ما بيغلطوش كتير يعني. اجابتك دي عجباني قوي. وحارس بيخطا اخطاء متشابهه ومختلفه في فترات متقاربه، ده ما ينفعش دولي. النوعين الاولين ممكن انت تقعد ايه تشتغل وتصلح وتشوف تكنيك ستايل حاله بدنيه حاله فنيه حاله ذهنيه وتشوف الحكايه ايه لكن ودايما انا في كلامي بقول ايه، بقول ان الحارس اللي بيتاثر عليه اخطائه اللي انت بتقول دلوقتي انه بيتهد يعني او بيتاثر، لا ما ينفعش، لا ينفع فريق كبير ولا ينفع منتخب. لكن الحارس اللي هو عنده شخصيه اللي هو يبقى عنده خطا عادي، هات لي حارس في اي مكان في العالم في العالم ملوش خطا. لا طبعا واخطاء ساذجه اللي هي السيلي ميستيك اللي هي الاخطاء الاخطاء السيلي اللي هي التافهه او اللي ما عدتش من بين رجله كوره مفيش حد فينا ما حدتش من بين رجله كوره. انا مستعد اجزم لك ان 100% من كلام من الحراس دخلت من بين رجلهم كوره 100% مش 99.9 ولكن ده عادي. في اصل دي بتعدي في اللعيبه يعني لما اللعيب يجي يستلم الكوره وتبقى زي السراب كده يجي يستلمها تفوت من بين رجله، دي عادي لان في 10 لعيبه حوالين منه، حد هيلم حد هيروح حد هيقفل، لكن الحارس مفيش فبيبقى باينه يعني فما عندوش حد وراه. لكن ده بيحصل مع ال 11 لعيب، بيحط كره في دماغه تلاقيها قلشت بالبلدي قلشت، ما الحارس برضه بيقلش. لكن هي اللي احنا بنقول الحارس اللي اخطاه مختلفه في فترات متباعده ده فرز اول يعني. زي الحكام، عمرك ما تلاقي حكم في اي مكان في العالم ما عندوش خطا، لان القرار لعبه الحكام والحراس لعبه قرارات. فانت ما لو انت كان الله يرحمه الكابتن فؤاد شعبان يقول لو انت قاعد قدامك ديك رومي وقدامك الفواكه وهتاخد 70 قرار 70 مثلا ما الحارس بياخد اكتر من 70 في بعض المباريات، هتاخدهم كلهم صح؟ وانت بقى مش بتلعب ولا حاجه ولا تاخد قدامك ديك رومي وفاكهه وحاجات هم قرارين يا ديك الرومي يا الفاكهه. فلازم تبقى انت كمحترف تتعامل مع الموقف بشكل احترافي. يعني انا ما اجيش برضه هنرجع لمرجوعنا للنادي الاهلي ان انا لما اجي اخسر ما اخسرش كل حاجه. حارس عنده خطا، طب انا كنت لعيب كوره كان عندي اخطاء وكان عندي اوقات وحشه وكان عندي ايام وحشه وكان عندي شهور وحشه وكلنا. فدايما اخسر حاجه ما اخسرش جنبها 10 حاجات ماشي، اخسر حاجه اوكي الوقت هيفوت وهتتصلح وهتيجي. يعني تعالى تاريخ اي حد اي حارس في مصر
ثابت البطل الله يرحمه، كابتن اكرامي، كابتن احمد، كابتن ناجي، شوبير، كابتن عادل مأمور، حسن مختار، حسن علي، كل الحراس الكبار دول هتلاقي عندهم ايام حلوه وايام وحشه. الناس اللي بتعمل دلوقتي التحليل اللي بيحللوا وبيشرحوا اللعيبه ما بتلاقي ايه كان عندهم تلاقي المحلل بيشرح وتلاقي بقى واحد في الكومنتات حاطط له فيديو قديم كده ايه بالظبط كده، يعني حاجه حلوه. فلا يعني انا بلتبس العذر طبعا للتحليل لانه ده شغلته بيحلل طبعا، بس بقول لهم وانتم بتحللوا افتكروا لما كنتوا بتلعبوا يعني حلل الموقف بمنتهى الانسانيه. مريت بيه يا كابتن؟ طبعا اكيد. الانسانيه مهمه جدا، ان انت تبقى انسان حتى في اي شغلانه، ان انت تبقى انسان قبل اي حاجه، قبل ان انت تكون شاطر ومهني وتعرف توجه وتعرف تتكلم حلو، بس قبل كل دول كده لازم تكون يعني قلب حلو او انسان حلو. ولو انت قلب حلو وانسان حلو كل الكلام اللي هيطلع منك هيبقى حلو، حتى لو هو قاسي، حتى لو هو قاسي على الـ على الـ على الاخرين، لكن مطلعه من قلبك بنظافه مش هيبقى مش هيوجع. المباراه الجايه للمنتخب مع المنتخب التونسي مباراه مهمه، مبروك التاهل لبطوله افريقيا الحمد لله، ولكن مباراه اكيد لكم منها اهداف. اكيد احنا طبعا يعني مصر يعني اقدم بلد في كره القدم في افريقيا، مؤسسه الاتحاد الافريقي حقها ان هي تكون اول المجموعه، وده اللي احنا ان شاء الله بنلعب عليه. عندنا فرصة المباراة فيها مش راحة كاملة، لكن فيها أريحية إن احنا متأهلين، الولاد بقى يقدموا كورة جميلة. يعني إن شاء الله المعسكر هيبدأ من يوم الاثنين. إمكانيات لعبتنا إمكانيات كبيرة، لعيبة محترفة في أندية كبيرة، كل العالم بيبص عليهم. على فكرة ده جزء مهم وجزء طبعا حقيقي في الموضوع، ان اللعيبه دي ما تعرفش يعني ما تديش الماكسيمم بتاعها اقصى، لان هم متشافين في العالم كله. فاكيد كل واحد بيبقى عايز يبقى يقدم احسن حاجه طبعا لبلده ولاسمه والنادي اللي هو راجع له. جزء جزء تابعته صلاح ازاي في الفتره اللي كان فيها كلام كتير جدا وضغوط كبيره جدا على صلاح؟ اكيد كان ليكوا دور معاه. لا صلاح احنا ما حدش يعني مننا كجهاز فني خاف على صلاح، لانه صلاح جوه منظومه كبيره جدا طبعا، يعني بتفكر في مش تفاصيل، لا تفاصيل التفاصيل، ان هم يريحوه، ان هم يخلوه في احسن حاله، لانه ده سلعه كبيره عندهم. احنا بنتكلم كصناعه كره قدم طبعا، ده منتج يعني بيجيب شفت في كاس العالم جماهير العالم كله كان بيعمل ايه مع صلاح. اكيد. وفي نفس الوقت احنا كجهاز او كاتحاد كوره ما فيش حد أثر في ان هو يرفع معنويات صلاح او يتكلم مع صلاح. مهندس هاني أبو ريدة من الناس اللي اهتمت جدا جدا بصلاح، وحصل حوار حتى انا كنت يعني موجود في الحوار مع مهندس هاني وصلاح، وبيعتبره يعني ابني من ابنائه طبعا. انت عارف طبعا مهندس هاني طبعا من الناس اللي يعني اللي دايما بتبقى مهتمه بان الحياه في المنتخب يكون فيها يعني روح الاسره، وده كان موجود طول الوقت. الجانب الانساني اللي انت بتقول عليه. طبعا. لا وصلاح كمنتج او كسلعه في ليفربول مش محتاج مننا احنا جهد كبير قوي يعني. لا اقصد الوقت اللي بقى محتاج فيه دعم. اكيد كل الناس بتدعمه يعني اصل صلاح ده حاجه حلوه. يعني اكيد حتى اللي هو مش ما عندوش فرصه ان يدعمه بيدعي له. يعني صلاح كان ليه حوار تلفزيوني في توقيت وهو بيلعب في الدوري الايطالي مع الاستاذه منى الشرقاوي، ساعتها كان بيقول لها تحديدا انا عندي مشكله مع جمهوري واعلامي، اما ابقى متالق قوي هو لسه احنا لسه الكلام اللي احنا بنتكلم فيه على الحراس متالقين معايا، انه ما ينفعش ان انا احاسب بالقطعه، احس ان انا متراجع، احس انهم بأول اعلام البلد اللي انا فيها ضد. لانه هي كره القدم كده، مش احنا لسه كنا بنقول انت هتبقى يوم كويس ويوم طبعا. اللي فاهم بقى واللي مقتنع بالكلام ده لازم يبقى عارف انه ده انسان، ده مش مكنه، يوم هيبقى كويس. بس احنا يعني هو ككيان او كصلاح خلاص بقى في حته تانية، بقى احسن لعيب في العالم، بقى في اكبر نادي في العالم، اكبر انديه العالم عايزاه. بقت الضغوطات دي كلها الضغوط يعني هو متحملها، لانه بقى محترف بشكل كافي جدا
فهو صلاح ما يتضايقش بقى من بعض العالم الافتراضي اللي احنا بنتكلم عليه، او الاعلام اللي فاهم او مش فاهم اللي بيتكلم بطريقه او باخرى في صلاح. لا صلاح ما بتفرقش معاه الحاجات دي دلوقتي خلاص. صلاح ده حاجه تانية، حاجه يعني انت دلوقتي اهم حاجه عندك اسرتك والناس المسؤوله عنك في اتحاد الكوره والناس المسؤوله عنك في النادي، كل الناس مسنداك، كل الناس جنبك، كل الناس عايزين يشوفك احسن واحد في الدنيا، مش هو بس، هو وتريزيجيه والصبحي وكل الناس، وحجازي كل الناس، ووردة ما شاء الله كلهم، وسام وكل الناس المحترفه، كل الناس اللي بتجي لنا 10 12 اسم اللي بيجوا لنا، وعمرو وعلي غزال وكل الناس اللي الموجوده معانا في المنتخب، بنتمنى لهم انهم يكونوا احسن حاجه، لانه هيرجعوا طبعا، والنني طبعا انا عارف انت عشان ما تبقاش ناس اسماء، لكن اعاده اكتشاف لعلي غزال ده طبعا يعني تحسب لمستر اجيري، لانه يعني ادى فرصه للكل، شاف الناس كلها، لانه كان عندنا فرصه في المباريات ان انت يعني تستخدم، لا وشافوا اصل انت مش هتدي لعيب مباراه دوليه عن عدم اقتناع، يعني انت شفته اكيد في الدوري الكندي كاكثر من مره، المساعدين تابعوه، المحلل الفني رصد له لعبه وطريقه لعبه والبوزيشن اللي هو يبقى اداؤه لما جه في التدريبات مع المنتخب، خلاص اتشاف على ارض الواقع بشكل كبير. فده اضافه طبعا كويسه، وعمرو طارق برضو اضافه كويسه. كل العناصر انت يعني زي ما قلنا قبل كده ان انت عندك تصور لبلان واحد واثنين، الخطط المستقبليه ايه، اللعيبه الواعده الموهوبين اللي انت عندك فتره فراغ مثلا في لحد مارس، هتعمل ماتشات وديه، هتدي فرص للعيبه الموهوبين الواعدين لل 2022 برضه، ده في موجود في يعني الفترة الجاية ممكن نشوف لعيبة جديدة في المنتخب ونشوف دماغ جديدة. هم مش جديدة، هو الناس كلهم عارفينهم جم، لكن انتوا والناس كلهم عارفينهم. يعني المعسكر ده مثلا جاي طاهر محمد طاهر، مين ما اتكلمش على ان طاهر محمد طاهر ده لعيب كويس وواعد، والأندية الكبيرة بتجري عليه وعايزين جاب لأحسن الشحات، ويعني في لعيبة يعني ان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية تكون فترة يعني فيها خير للكرة المصرية إن شاء الله. كجهاز منتخب مصر لما بتقعدوا بتتكلموا ازاي عن الدوري السنة دي، شايفينه ايه؟ هل مختلف؟ هل بيأدي؟ خاصة توقيتكم في هذا التوقيت زي ما بنقول ان في احلال وتجديد، في تحديث في منتخب مصر شايفينه. وفي استراتيجية كده طبعا واضحة حاططها مستر اجيري. لا طبعا احنا يعني بالنسبة للجهاز، جهاز شغيل، يعني عارف ايه يعني ايه شغيل؟ يعني بيشتغلوا، يعني عندهم شغلهم بيعملوه باحتراف. يعني ممكن في أجندة مستر أجيري مثلا تلاقي دلوقتي أكتر من 60 لاعب عامل عليهم مارك، يعني علامات، وبيتابعهم كويس جدا، ويجي يفاجئنا بحد اسم في نادي صغير. يعني مين بيرشح له لما بيفاجئكوا ده؟ ما أكيد حد بيرشح له. لا هو خلاص هو ده داس الدوري المصري بقى، داس. مفيش فرقه ما شافهاش. وهو بيقعد حتى لو انت تلاحظ في الاستاد معاه اجنده كده مسميها الكمبيوتر، هو عمال يكتب وعمال خلاص. يعني هو دلوقتي كلنا بنساعده طبعا، لكن هو دلوقتي خلاص بقى كل اللعيبه العالم الخيالي اللي هو السوشيال ميديا ده. اللي ساعات الناس بتشحط تشطح 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 فيه كده، فيقول لك ده الجهاز المعاون بلغ مستر اجيري تاريخ ميلاد وليد سليمان غلط، لا عشان كده فاكره اكبر وما بياخدوش. بتسمع دلوقتي الكلام ده على راي اللبنانيين بذره مش عارف ايه كده، بتجيب اللي انت عايزه يعني. بتسمع الكلام ده؟ بشوفه طبعا، من قلت لك خلاص انا قافل عليه. قافلين على لا طبعا انت عايز تعرف سن مين في العالم كويس. تفتح على شفتوها يعني المعلومه دي اللي كانت متداوله او ان هاني رمزي بيتحكم في مش عارف ايه او الكلام الفاضي ده يعني. خلصنا من الكابتن اسامه نبيل جالنا الكابتن هاني رمزي، لكن لا طبعا احنا على الاحترام للاثنين طبعا، الاثنين اصدقاء احنا والاثنين كل واحد بيبقى عايز يخدم منتخب طبعا وهي دي شغلنا، وفي الاخر في مدير فني هو صاحب قرار. بالظبط بالظبط بالظبط، بس هي الانتماءات دي اللي انت يعني ايه مش طبعا مش كل الناس يعني، في ناس فاهمه وفي ناس مش فاهمه. ما ينفعش مثلا اسم حجم باسم يعني كوبر او اجيري، السيفيهات الكبيره دي المدربين الكبار دول حد يقودهم او حد
او حد او مانويل جوزيه او حسام البدري او اي حد سين من الناس يعني ان حد يقودهم. بالعكس ده هو فضل يقلد. كان في مره في ماتش كده ان انا مستعجل هتروح الماتش ده، قال لي ده اخر فرقه مصريه هشوفها فلازم اروح. اخر في يعني كان الفرقه رقم 18 في الدوري اللي ما شافهاش. فقال لازم اروح النهارده اشوف الفرقه دي، ده اخر فريق هشوفه. يبقى انا كده شفت ال 18 فريق كله اتشاف بشكل كله كويس. اتشاف بعد كده بقى في الاعداد المباريات. فهو شاف بقى اللعيبه قبل كده اهو، بعد يجيب بقى لك اديني الماتش بقى يعمل ستريس على حد او يحط مارك على حد. لا طبعا انا بقول للناس يعني رحمه بولادكم المصريين اللي شغالين في الجهاز دول، ناس بيساعدوا بمنتهى الامانه والشرف، ودول ولادكم. اذا كنت انت زملكاوي او اهلاوي او اسماعيلاوي او اتحاداوي ايا كان انتمائك، ده مش موجود في المنتخب. لازم تفهم ان الناس الكبار دول الاسامي الكبيره دي، يعني انت بتتكلم في اجيري ده منتخب المكسيك، منتخب اليابان، خمس ست انديه في اسبانيا كبار جدا منهم اتلتيكو مدريد. فانت بتتكلم في حد يعني ما حدش يعرف يسعى عليه يعني بالبلدي بقى هيسعى عليه ازاي يعني. ده الراجل معاه مساعدين شاطرين جدا، زي برضو المساعدين اللي كانوا مع مستر كوبر كانوا شاطرين جدا، ودول شاطرين جدا جدا ومتابعين كل حاجه. فبقول للناس هل يعني سبب السن فقط هو سبب استبعاد احمد فتحي مثلا ووليد سليمان؟ بالعكس، انت ممكن ان هو حتى مستر اجيري صرح انه ممكن دول يتلاقيهم في المنتخب في اي وقت عادي. ما بتقعدوا تتكلموا مثلا على اوباما، على محمود علاء، على احمد فتحي، على يعني هل الناس شايفه الناس دي لعيبه كويسه واحنا شايفينهم لعيبه؟ لا ما هو انا بجيب لك بقى كل يعني انا لازم ابدا لك بخاص وادخل اكيد دول لعيبه كويسه. في لعيبه الناس بتبقى شايفه يعني مثلا الاستراتيجيه بتاعتنا، طريقه اللعب. لا اقول لك بشكل تاني، زي ما الناس كانت بتقعد تقول لمستر كوبر حسين ما بتضموش حسين ليه، ده بيلعب في الدوري الاماراتي، ده احسن لعيب في الدوري الاماراتي وما كانش بيتضم وبعدين رجع انضم. فهنا بتبقى في اختلافات في الاجهزه الفنيه نفسها ولا لان الناس عمرها ما اختلفت، الناس دايما ثابته. بس لا لا لا، هو طبعا المساله مش مساله لا يعني مستر كوبر ليه استراتيجيه تمام وليه طريقه لعب تمام بيجيب المناسب ليها يسكنه تمام. يسكنه في المكان. حلوه الاجابه. مستر اجيري ليه استراتيجيه ثانيه مختلفه كويس، عايز عناصر مختلفه كويس تبقى موجوده في الاستراتيجيه بتاعته. ممكن المكان اللي مثلا بينادوا بسين من الناس فيه ثلاث لعيبه، ما ينفعش اجيب لعيب كبير يبقى يعني احتياطي لدول. ممكن مثلا المكان اللي فيه وليد فيه اكتر من وليد وممكن يجي يقعد دكه او فبالتالي انت عايز تشوف اكتر او تبني لقدام زي بتقول او ان انا من لعيب كبير ما احرجوش او ان انا ما احطوش في حرج او 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 مش انا ما بتكلمش على وليد، انا بتكلم انا الكلام عام، انا اللي بحب ادخل خطه بس. عامه يعني انا ما عندي يعني طريقه لعب، استراتيجيه لعب، خطه مستقبليه، عايز يعني اوقف اعمل لعيب دولي، اساعد حد صغير يبقى دولي عشان في التاريخ الفلاني. في وسط الكلام ده برضو بتلاقي في معسكر في احمد علي. ايوه هو لعيب يستحق، لا لولا الاصابه ما كانش خرج. تمام يبقى هو لعيب يستحق. اذا برضو لو ممكن تلاقي في وقت من الاوقات من الناس اللي انت بتقول عليهم دول. ده اجابه على كل اللي انت بتقوله. يعني لما لقيت احمد علي يبقى اذا في اكسبشن، في استثناء في بعض الاوقات لبعض اللاعبين اللي هم الناس مفكره ان هم ما يجوش. عادي جه احمد علي ممكن يجي غيره، مش كده ولا ايه؟ مظبوط. اكيد يعني لازم الناس تبقى حاسه ان الجهاز الفني المنتخب بيشتغل بكل الطاقات، ليه رؤيه معينه، زي ما برضو في كل فرقه ممكن الناس تقول لك ده ما بيلعبش ليه وده بيلعب وده بيلعب ليه، نفس القصه بتاخده ده ليه وبتاخدوش ده ليه. وانا بس هنا عندي سؤال اعتراضي، هو في حد بيقول يا رب تعيسني؟ هو في حد السؤال ده ليه كنتوا يا جماعه مش ليا انا؟ يعني هو في حد عايز يعني ما ينجحش؟ واكيد انت بتختار الادوات اللي تنجحك من وجهه نظرك. وانت اللي متحمل مسؤوليتها، لان المدرب اولا واخيرا نتيجه. لو حققت النتيجه بتكمل وتاخد فلوس وتاخد بطولات وتبقى عندك معنويات وتبقى طب يعني انا مش عايز اعمل كل الحاجات دي.
اكيد عايز اعمل كل الحاجات دي. رغم انا بختلف، الناس بتختلف بقى معايا في وجهات النظر. في عندنا 100 مليون مدرب. ما خلاص، ما هي العالم كله كده، خلي بالك مش في مصر بس. ده في العالم كله، حتى في البلاد الدوري الانجليزي وفي انجلترا السنه دي حصل مشكله كبيره. منتخب المانيا حصل مشكله كبيره في بعض اللعيبه اللي ما اتاخدتش. طبعا عادي، ده عادي. منتخب فرنسا اللي خد كاس العالم كانوا بيتكلموا ان ده منتخب مش هيأدي والتحديث دلوقتي مش مطلوب. لا هو ده، انت كره القدم هي عمرها ما كانت علم صحيح. عمرها، وهي اراء ووجهات نظر، ووجهات النظر دي يا تصيب يا تخيب. ما فيش ثالث، ما فيش رمادي، لان حتى مساله ان انا اقعد يعني اشرح للناس او ابرر وجهه نظري بقت قديمه قوي العمليه دي. خلاص، حتى المدربين الكبار لما بيتسالوا في المؤتمرات الصحفيه ما خدش دليل، عشان انا المدرب. ما بيقولش بقى ايه انا ما خدتوش ليه، عشان مش عارف ايه، عشان ايه، عشان جبت مين، ما بيقولش كده. يعني انت ما خدتش نظر فنيه يختصر الكلام، ما بيقولش كده، حتى ما بيقولش كده دلوقتي. انت ما خدتش فلان ليه؟ عشان انا المدرب. انا اللي باخد وانا اللي ما باخدش. انت هتيجي بعد كده تحاسبني انت كسبت ولا خسرت. خسرت، مع السلامه، فقدت شغلتي، فقدت الراتب بتاعي، فقدت سعادتي، فقدت حاجات كتير. فاكيد المدرب وهو بيشتغل بيبقى عايز يبقى عنده ادوات وياخد احسن حاجه. كلام منطقي. كل مهنه ايهاب طبعا، كل مهنه طبعا. انا في عندي عياده، عايز اجيب تمرج شاطر جدا، وعايز اجيب ادوات شطرنج عشان الناس تقول العياده دي كويسه. انا مهندس عايز اجيب وهكذا. مظبوط، صحفي عايز يجيب خبر كويس، مش كده ولا ايه؟ عايز يعمل حاجه كويسه. بس الحته دي فيها كلام بقى. ما عندناش خبر طبعا. لا مش خبر، لا ده اخبار دلوقتي مضروبه كتير جدا. مضروبه كتير. ايه السبب؟ يعني ايه السبب ان ده نقطه مهمه على فكره. ايه السبب ان بقت على بعيدا عن السوشيال ميديا بقى والخيال، احنا نخش في الواقع. موقع الكبيره والصحافه و و و البعض بيجتهد، هخليها بيجتهد، وبتبقى بعض الاخبار مش مظبوطه خالص. ده بيبقى مقصود ولا هل ده بيبقى احيانا انتقاما من الاجهزه الفنيه اللي موجوده؟ يعني في ناس ما بتردش، في ناس مش بتعمل حوار، في تعرضوا لحاجات دي بس كتير. الكلام ده مش مفروض يكون موجود. انت مش عارف يعني نفسيه انا مستعد اعمل حوار ولا مش مستعد. انا مستعد اطلع على التلفزيون ولا مش مستعد. بتقابل ده يا كابتن؟ اكيد. وانا بقول للناس يعني بصفه عامه كده، بشكل عام، افعل ما شئت فكما تدين تدان. انت لو فاكر انت هتعمل فرقعه النهارده عشان اسمك يتكتب بالبونت، الحاجات بتاعتكم دي بقى اللي انا مش عارفها. ما مش بتاعتنا يا كابتن، هو لما يعمل فرقعه ما اصل بتبان على طول. تمام. يعني النهارده كمان في العالم الافتراضي اللي هو العالم الواقعي. لا وخلي بالك في حاجه مهمه جدا، في تصنيف دلوقتي بقى يعني شيم على الصحفيين. يعني حاجه مش كويسه بقى في تصنيف دي صحافه صفراء. انت تحب تحط نفسك من زمان. انت تحب تحط نفسك انت صحفي تبع الصحافه الصفراء؟ حط. انت عايز تحط نفسك انسان امين؟ لا خلي بالك. احنا قابلنا امنا كتير جدا وشرفاء كتير بس جدا. انا دي عايز اسمعها، وحاجه حلوه وحاجه نظيفه، والواحد بيعتز بصداقتهم كويس. ولكن في نفس الوقت في ناس يعني لا يعني بس في ناس بتحس تقولك لما يعني اعلي التون شويه كده بيبقوا معايا كويسين. لا لا، حسب شخصيتي اللي معاك كويسين دول. يعني انت هتيجي تضغط عليا عشان اقول لك خبر. انا بقالي 30 سنه بشتغل، عمري ما خنت امانه شغلي تحت اي ظرف. وانت عارف وفي خناقات حصلت وضرب وحاجات. صح صح. وما حصلش ان انا خنت امانه عملي. لا او غيري. طبعا. او غيري. فاهم فاهم. هو يعني لما تضغط عليا انا هضعف واقول لك خبر او اقول لك تشكيل او اقول لك، يبقى انا ما استحقش المكان ده خالص. خدتني الحته ما اعرفش، ما كانتش مترتبه في الحوار. كلامك فيها منطقي جدا طبعا. لكن الواقع برضو ان كل تشكيلات المنتخب في الفتره اللي فاتت كلها كانت بتتصرف. لا هقول لك، لا قبلها بثلاث ايام. لا في ولاد شاطرين جدا. ولاد شاطرين جدا. ما هو الشاطر ده هيجيبها منين؟ من لا مش بيجيبها. المصدر هو بيحضر التدريب. بيحضر التدريب يا كابتن. لا يمكن مدير فني بيبين. لا 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 لا، في التدريب. بس احنا خلي بالك احنا ايه بنبقى مثلا في الفتره اللي فاتت التدريب قاصر على ما فيش حد من بره، ما فيش منافس، ما فيش حاجه كويس. فاقدر اعمل التكتيك بتاعي زي ما انا عايز. فاقدر كويس. وفي خلي بالك برضو انا مش هقفلها. ايوه في ناس ساعات تقول في بس ناس خلاص. بس مش ممكن يكون من الجهاز الفني. امال من مين؟ لانه عنده مصادر ثانيه. يا سلام. ايوه مين اللي هيطلع تشكيل؟ ما انت عارف. لا عندك، ما عنده مصادر كتير. مين كتير قريبين حوالين. أيوة مش عارف مين؟ ايه
مش انا فاهم مين، ما هو الجهاز الفني ده اللي بيعرف. لا ما تخلينيش اقول مين، لا مش هقول مين طبعا، لكن الناس حوالين الجهاز الفني بحسن نيه او بدون حسن نيه بيقولوا شفنا مثلا عمل كذا وكذا، كتب في واحد او اثنين يعني بيبقى فلا يعني لكن انت كجهاز فني عايز تنجح هتطلع اثرك عشان ايه؟ عشان الصحفي يبقى معاك. خلي بالك عمر ما الصحفي بيبقى معاك، لان انت وقت ما تقع ما فيش حد هيبقى معاك. جربتها انت كتير لانه كله في ظهرك، لا ما فيش حاجه اسمها ظهرك. انت لو امنت شغلك وعملك هي اللي في ظهرك انت دايما هتكون انت الصحفي. بس في علاقات محترمه برضه جدا يعني. ما احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في استثناءات. نفسي كل واحد وهو داخل ينام على مخدته كده يقول انا وضميري عملنا ايه. انا وضميري عملنا ايه. المدينة الفضيلة مش موجودة دلوقتي ولا هتكون موجودة ولا هتكون موجودة، والوقت معاك بيجري سريعا. لو قلت لك رسالتك الاخيرة لعيبة النادي الاهلي وجماهيره. انا لعيبة النادي الاهلي انا عايز اقول لكم انتوا حاجة جميلة وحاجة مشرفة. اتمنى ان انتوا لو تقدروا تقفلوا الفيسبوك وتويتر والمش عارف ايه الحاجات دي دلوقتي، بصوش على حاجة خالص وركزوا من بكرة في شغلكم، هيبقى حاجة جميلة جدا. لو حد لو انتوا مش قادرين يبقى ما تصدقوش كل الكلام اللي مكتوب ده، لان انتوا لعيبة كورة ولعيبة كبار ولعيبة انتوا في النادي الاهلي، ما انتوا مش في نادي قليل. زائد بقول للناس يعني الانفعال ما يبقاش يعني مبالغ فيه. يعني نادي الاهلي خسر ما بيخسرش كتير، نادي الزمالك خسر ما بيخسر يعني فاهم. فالانفعال ما يبقاش مبالغ فيه. يعني احنا نفتكر من شهر واحد بس كان مستر كارتيرون اللي ما بيشتكيش اللي خد بونتو ووصل بيه للنهائي اللي دلوقتي تعالى اقرا لازم يطرد من التشكيل مش عارف ايه وده ايه اللي بيحصل. الفرق ايام بينهم ايام ساعات او ساعات. فلا يعني الرحمه كويسه. حتى انت تعالى اعملها على نفسك انت كده. حتى انت في حياتك الشخصيه انت بيرفكت قوي. انت عامل كل حاجه حلوه. انا بتكلم عن الناس بقى اللي هم في السوشيال ميديا، انت ما بتغلطش. انت كل يوم واخد 10 من 10؟ لا طبعا. في حاجات انت مش حلو فيها وفي حاجات بتعملها مش حلو وعادي والناس بلعالك وتمام. فلا دول بشر ودول ناس. انا يهمني في كل مقام والله العظيم ان انت تكون انسان. لو بقيت انسان هتوصل للناس بشكل رائع. اما انت يعني انفعالاتك وردود افعالك الصعبه دي المبالغ فيها دي، كل واحد يراجع نفسه شويه. انت ممكن تحطم اسره في كلمه لقيتها مش عارف مالكش بال فيها، دمرت اسره. قلت على ده مش عارف بتاع ايه، ولا قلت على ده بتاع ايه، ولا عملت مش عارف ايه، حرام. وعندك كل اسره فيها اولاد وبنات مظبوط. فانت لا يعني حاسبه، وقبل ما تحاسبه على الحاجات دي هي اللي بتكون مصر. ما هي الاسره دي والاسره دي والاسره دي والبني ادم ده والبني ادم ده اللي بيحبطوا او بينكسروا او في الاخر هو مصر طبعا. هي مصر يعني حافظوا على بعض. يمكن انا مش عارف هعيش قد ايه ولا هموت امتى، بس بقول لكم اهو حافظوا على بعض عشان البلد دي فيها كميه احباطات بسبب يعني واهي ضعيف. ايه فيسبوك ولا ايه تويتر ولا ايه واتساب ولا ايه مش عارف ايه. هل تدغدغ انسانيه واحد عشان تكتب عليه ان ده فران؟ انا النهارده كنت في منتهى الاسى. انت عارف انا كنت موجود في مؤتمر الشباب الاستاذ رئيس عبد الفتاح السيسي، كان في ندوه مخصوص عن تاثير السوشيال ميديا والتعامل معاه. على مستوى العالم الموضوع بقى كبير جدا، اوفر جدا. واحنا الوقت كده بقى اوفر. احنا تمام كده، احنا قلنا كل اللي احنا عايزينه. انا سماح انت بتقول ايه في ما انا هخليك تختم دلوقتي الفتره برضو الجايه مره تخلينا نقدم مره تخلينا المره دي بقى تختم. الفتره الجايه الكابتن خالد العوضي هيقدم فريق تنس الطاوله رجال وسيدات الاهلي، مبروك عليهم البطوله العربيه. انت عارف انا وخالد العوضي تقريبا كل يوم مع بعض كل يوم. ما احنا سكان مدينه نصر. حلو. ففي مكان بنقعد فيه. انت قصدك تاخد من وقته براحتك، هو اللي هيحاسبك بره. طب انا بقى هرخم عليه شويه بقى. ترخم براحتك.
فبنقعد مع بعض دايما، وان اصدقائي الاعزاء جدا 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 جدا، وشخصيه رائعه وكاركتر مش متواجد منه كتير في المجتمع المصري، متفرد. وطبعا من الناس اللي النادي الاهلي بيثق في امكانياتها جدا. انا بقول له مبروك طبعا للرجال وسيدات تنس الطاوله، ومبروك كانوا في تونس وخدوا البطولتين، صح؟ انا متابع طبعا. فاصل بقى وفاصل ونلتقي مع ابطال النادي الاهلي والبطوله العربيه لتنس الطاوله والكابتن خالد العودي معاكم بعد الفاصل.